أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم جميعا أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. رب السجن أحب إلي، شعارا لطالما ردده المجاهدون وتغنوا به، يستأنسون بصبرهم على العناء، يتلذذون بصبرهم على البلاء. هم المجاهدون الذين لا يعني لهم السجن إلا مرحلة من مراحل الجهاد والابتلاء الذي لا بد من الصبر عليه حتى ينالوا أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. الطغاة يهددوننا دائما وأبدا بالسجن والتعذيب. الطغاة يهددوننا على مر التاريخ، تاريخ كل الطغاة، يهددون دائما أهل الصلاح، أهل الصلاح والإصلاح بالسجن والتعذيب، وهم لا يعرفون بأن السجن مدرسة لنا نتعلم فيها الصبر والإباء والعنفوان والعزيمة. نعم، ولطالما خرج الكثير من المجاهدين من السجن أكثر عزيمة وأكثر إباء وأشد صلابة. يظنون كما ظن كل الطغاة وكل أهل الدكتاتورية بأن باعتقالهم أخينا وحبيبنا خليل المرزوق أنهم قضوا على صوته الحر الصادح بكلمة الحق، وما عرفوا بأن باعتقالهم لخليل وزجه في السجن قد زادوا من صلابته وقوة عزيمته وشجاعته، وهذا دين كل الأباة. خليل، ومنذ عرفته، عنوان عفة وصدق وإخلاص وإيمان رقراق. هذا الرجل عنوانه الكلمة الصادقة والوطنية، وهو الداعية للسلم ونبذ العنف. خليل، وكما عرفناه، عنوان الدعوة للديمقراطية والحرية والعدالة. وخليل وإلى كل من لا يعرفه، خليل هو مهندس وثيقة لا عنف. فعلى من يريدون أن يضحكوا ويزوروا الحقائق على أبناء شعبنا وعلى العالم كل العالم أن يكفوا عن كذبهم. أيعقلوا لداعية لا عنف ولراسم خريطتها أن يكون مروجا للإرهاب ومحرضا عليه أو مشجعا عليه؟ اضحك، اضحك يا شعبي، واضحك أيها العالم لهذا الهراء الذي امتد طويلا وكثيرا. لطالما أرادوا الضحك على العالم فروجوا ضد الرموز كلهم: السيد عبد الوهاب، إبراهيم شريف، المحفوظ، المقدادين، وصموهم بالإرهاب كذبا وزورا، وهم دعاة السلم ودعاة الحرية ودعاة نبذ العنف. إذا ظن الآخرون، إذا ظننتم أيها الطغاة باعتقالكم لخليل أنكم أسكتتم صوت الحق وأسكتتم
صوته وجمدتم نشاطه فأنتم واهمون. أبشركم إذا كنتم تظنون بأن باعتقالكم لخليل سببتم انكسارا لنا وللمؤسسة التي ينتمي إليها خليل، فأبشركم بأن هناك لدينا عشرات خليل بذات وعيه، بذات صلابته، بذات عنفوانه، بذات إخلاص، وهم مستعدون للتضحية ومستعدون للبذل كما هو خليل اليوم وكما هو في الغد أيضا. سيخرج خليل وسيخرج كل الرموز، الأستاذ عبد الوهاب وإبراهيم شريف والأستاذ المشيمع والعلامة المقداد وكل العلماء والمحفوظ، سيخرجون ليحتفلون مع شعبهم بنصره، سيحتفلون معنا، سيهنئوننا بأفراحنا إن شاء الله بتحقيق أماني هذا الشعب في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.